مستر بيست اشترى ارخص سيارة في العالم. كلنا نعرف مستر بيست اغنى يوتيوبر في اليوتيوب. نزل مقطع سيارة من 1 دولار ضد سيارة بقيمة 100 مليون دولار، وراح وشاف سيارة عند شخص وقال له تبيع السيارة بمقابل دولار واحد فقط، يعني ما يقارب 4 ريال سعودي حرفيا. ووافق رجل واخذها مستر بيست، وجددها مستر بيست بمقابل 20,000 دولار، وصارت تمشي، وفجأة طيحها من فوق الجبل وتدمرت.